ولكن القوات المسلحة صممت أن تعيد بناء نفسها ومرت بناء مراحل. وقد كان لي شرف أن أقود الجبهة، ولكن كنا نبني أنفسنا بأسرع مما يتصور بشر، وخلف قوات العدو وتدمر قوات العدو وتجلب الأسرى من العدو وتعود به. والست سنوات الماضية لم تضع هباء، بالعكس استفدنا منها، واستفدنا منها كثير جدا. النكسة بتاعت يونيو 67 على قد ما حدت في أنفسنا لكي ننفذ مهمتنا القدرية اللي احنا كنا مؤمنين بيها، ان احنا هيجي علينا اليوم اللي احنا كلنا نتمناه، ان احنا نحرر اراضينا بالقوه